اتنقل 53 مصاب لمستشفى وادي النطرون التخصصي، واتنقل 7 مصابين الى مستشفى النوباريه العام، وفي 6 مصابين تم علاجهم في مكان الحادث، لان اول الحادث ما حصل 7:30 اتحركت 30 عربيه من 3 محافظات، 25 عربية إسعاف من البحيرة، وأربع عربيات إسعاف تبع اسكندرية، وعربية إسعاف تبع مطروح. حضرتك عارف الطريق الصحراوي عليه 3 محافظات، اسكندرية والبحيرة ومطروح. فالموجود الحادث كان في نطاق منطقة غرب النوبارية تبع محافظة البحيرة دي، على مدخل قرية الشجاعة عند الكيلو 130. اتنقلت 8 سيارات إسعاف، 8 سيارات مطافي على الفور، وبدأوا محاولة احتواء والسيطرة على الحريق، لأن الوضع كله ما خدش وقت طويل. حضرتك عارف الحاجات دي بتحصل في ثواني، العربيات ولعت، اللي قدر يهرب بالأطفال اللي كانوا موجودين. هل أوتوبيسات المدارس دي كان فيها أطفال؟ كان فيها أطفال بس معظمهم نزل. هو الأطفال اللي موجودين متوفين حسب ما تصريحات من وكيل وزارة الصحة في البحيرة، موجود حاليا 6 أطفال بس في ضمن المتوفين، اللي هم 34 حالة وفاة. الحقيقة فيهم 32 جثة متفحمين تماما، وفي 2 مصابين كانوا من المصابين توفوا في المستشفى أثناء وجودهم في العمليات. الحادث كله الإجمالي بتاعه حاليا كانوا الأول كان 32 وفاة و66 مصاب، المصابين فيهم 2 توفوا في العمليات، بقى 34 حالة وفاة. وبقى عندنا في 47 من المصابين خرجوا لتحسن حالتهم الصحية، وحاليا موجود 11 مصاب داخل مستشفى وادي النطرون، منهم 6 في العناية المركزة و5 أوضاعهم مستقرة الحمد لله. أستاذ ياسر، الوضع ده قعد قد إيه؟ يعني الحريقة والدمار ده والأوتوبيسات ده خد وقت قد إيه على الطريق؟ الحقيقة ده أخد وقت حوالي 4 ساعات. يعني على ما نزال كل طبعا على الطريق ما اتفتح وشالوا العربيات المحروقه من الطريق والحاجات دي كلها، طبعا كان اخذت حوالي 4 ساعات. الحريق بشع الحقيقه، حادث التصادم حضرتك عارف 29 عربيه علشان يشيلوهم حتى من الطريق علشان يفتحوا الطريق الصحراوي. حد بلغ الناس انه في شبوره، في حاجه، كان في علامات؟ لا، الحقيقه حسب ما سمعت من بعض الناس ان الطريق كان كله كويس، لكن في بعض حضرتك عارف الشبوره ممكن تنزل في منطقه ومنطقه ما تنزلش فيها. يعني حسب ما عرفت وسالت النهارده بعض الناس الموجودين في المنطقه، الشبوره كانت في المنطقه دي بس، يعني فدخلت 3 عربيات في بعض. الاول في اتوبيس اللي هو 28 مع عربيتين كمان. طب احنا فاهمين انه النقل ليه حاره لوحده، ايه اللي جابه هنا مع العربيات الملاكي؟ الحقيقه انا في وسط الحادث مش باين قدامي ان كان في عربيات نقل. يعني في وسط الحادث العربيات المحروقه واللي في وسط الحصر اللي عملته الوحده المحليه، هي اتوبيسات يعني ممكن تكون يعني ده الاثنين اتوبيس كبير، واحد ميني باص، ما فيش ولا سياره نقل.